أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وهو الولي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أدي الشيخ القديم ياسين صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد قالوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي خلفهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. There are seven doors in Surah Yasin. The seven doors are the seven mubin. There are many practices that can be done with these seven mubin in Surah Yasin. One of the most basic ones, but that is not basic, is to recite the Salatul Fati one time at every mubin. Assalamu alaikum.